في زمن تشي تزامنت الانتفاضات، وقارب تشي سار في مساره باتجاه عملية ثورية صعبة. تقاسموا الماء والطعام، فرافقه منطق المساواة. ثمن النصر يحتاج إلى الكثير من الصبر. إنهم الأشباح المخلصة، لم تخنهم الأرض وتنفس الصعداء. إرنستو جيفارا، تشي كيف بدأ العمل العسكري وحقق الانتصارات على جيش باتيستا؟ في جزئه الثالث يأتيكم الثلاثاء الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.